أهلا وسهلا فيكم في بارت جديد بتحكي فيه عن موضوع التابلو. قبل ما نخوض أكتر بموضوع التابلو، خلينا نفرق شوي ما بينه وبين الإكسل. هلأ التابلو بياخد السجلات أو الملفات على اختلافها، سواء كانت إكسل، جيسون إلى آخره، وبيعمل عملية فيجواليزيشن لهاي البيانات. الإكسل فيه يعمل مجموعة من الفيجواليزيشن، ولكن مو بقدرة التابلو على العرض. بالتالي التابلو بيتميز بوجود فيجوالايز وداشبوردز بتميزه، لكن الإكسل بيتميز بأنه ممكن أنا أعمل مالتي لايرد كالكوليشنز، ممكن أحسب كذا عمليات حسابية على اختلاف الحسابات اللي بتحصل في التابلو، واللي راح نشوفها خلال الفيديوهات اللي جايين. لكن بدنا ناخذ بالاعتبار التابلو ما بيقدم خدمات زي مثلا، او ما عنده تولز زي مثلا داتا كرييشن، وما بيعمل كرييشن للداتا، انما انت بتستخدم داتا فعليا موجوده معك، ولا بيعمل بري بروسيسنج للداتا. هدول الخطوات تعتبر خطوات منفصله لحال وسابقه لموضوع الفيجواليزيشن، ولا بيوفر مالتي لايرد كالكوليشنز لموضوع زي الاكسل اللي بنعمله في الاكسل. هلا اللي بيميز تابلو برضو وجود حاجة اسمها الجيوغرافيكال داتا، على عكس اكسل. في اكسل ما فينا نتعامل، او ما في تولز تخلينا نتعامل مع الجيوغرافيكال داتا حتى تاخدها بعين الاعتبار وتعرضها في مثلا نعمل لها فيجوالايز، لكن تابلو بوفر هاي الخدمة، بحيث انه هو بتعرف، على عكس انه هو بيحاول يعرض البيانات المتعلقة في موضوع الجيوغرافيكال داتا. طبعا لو بدنا ننتقل على موضوع تحميل التابلو، في نسخة الببليك. نسخة الببليك هاي متوفرة اوريدي على موقع تابلو، مجرد ما انا اكتب تابلو ببليك داونلود بقدر اخد من خلال الرابط هذا اللي احنا بنشوفه، نعمل داونلودينج لنسخة الببليك. هلا في نسخة مدفوعة، ولكن احنا بصدد استخدام النسخة الببليك، بحيث انه تقدر ننفذ مجموعة نقول الفيجواليزيشن اللي هنعملها في الفيديوهات اللي جاي. هلا بمجرد ما انت تدخل الايميل الخاص بيك هون، تقدر تعمل داونلود للداتا اب، وعلى طول بتكون نازلة عندك على الجهاز. بعد ما تنزل على الجهاز تعمل لها executing، وبتقدر تحصل بعد هيك على الواجهة الجديدة اللي خاصة بالتابلو. طبعا هاي الواجهة الأولية للتابلو أو public تابلو. إذا بنلاحظ على إيدنا اليسار في الفايل، في الداتا، في الهيلب. هلا الفايل بنعمل، أو بقدر أعمل connect معتو لفايل مثلا أو للسيرفر. هلا لفايل ممكن تستخدم المايكروسوفت اكسل، تكست فايل، جيسون، اكسس، بي دي اف، سبيشال، ستاتستيكال، والى اخره من انواع الفايلات اللي ممكن انت تفتحهم وتحملهم. كمان ممكن تعمل تو سيرفر، انه انت تحمل بيانات من سيرفرز المختلفين. هلا بهاي الطريقه بنعمل احنا كونكت للفايل. في الفيديو الجاي رح نشوف كيف نعمل اول كونكت مع فايلز موجود عندنا، وبعد كده كيف نعمل ورك شيت على هذا الفايل.